وإلى أحوال الطقس. وقفتنا الأخيرة مرة ثالثة وأخيرة مع فاطمة خليل. شكرا إلهام وأميرة، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا، وهذه الجولة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء الطقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء ليلا، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في بعض محافظات ومدن الجمهورية والبداية دائما من القاهرة العظمى 40، الصغرى 27، اسكندرية 35، 26، مطروح 33، 25، بورسعيد 35، 26، إسماعيلية 40، 24، وجوها حار. بالنسبة للسويس 39 26، العريش 36 25، طابة 38 25، شرم الشيخ 38 27، الغردقة 38 29 وجوها حار. أما بالنسبة للأقصر 42 28، أسوان 43 29، الوادي الجديد 43 26، شلاتين 39 26، حلايب 36 27 وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.